موسم خير بتشهده كل محافظات مصر، موسم حصاد الذهب الأصفر واللي بيعتبر في ازدياد سنويا، وده بفضل خطة الدولة في التوسع في المساحات المزارعة بالقمح كل سنة واستنباط أنواع جديدة بتضمن إنتاجية كبيرة للفدان. نتعرف أكثر على تفاصيل خطة الدولة في توسيع المساحة المزارعة من القمح مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. بنرحب بحضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا وحضرتك بكل خير وسعاده وكل الساده المشاهدين والمستمعين. موسم جديد وبشاير للخير، احنا بنتكلم على المحصول الاهم استراتيجيا للدوله المصريه، حابين نتعرف من حضرتك على اهم الملامح الخاصه بخطه التوسع في المساحات المزروعه بالقمح سنويا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه حضراتكم طيبين. طيب. بالنسبه طبعا لموسم توريد القمح بدا رسمي من يوم 15 ابريل الحالي، وبفضل الله سبحانه وتعالى ان كان في اتجاهين واضحين خالص منذ تولي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هو التوسع الافقي واللي هو اضافه مساحات ارضيه الى البقعه الزراعيه لزياده الانتاج الزراعي وخاصه للمحاصيل الاستراتيجيه الهامه، على رأسها طبعا محصول القمح ومحصول الذرة الشامية. طبعا وفي نفس التوقيت كان هناك برضو اهتمام بالغ مع معالي وزير الزراعة السيد القصير منذ توليه حقيبة الزراعة بالتوسع الرأس اللي هو استنباط أصناف جديدة تتواكب مع المتغيرات المناخية المتغيرة الحادة حاليا، بالإضافة إلى مجموعة التوصيات الفنية التي تساهم مساهمة فعالة في الزيادة الرأسية من وحدة المساحة. وزي ما حضرتك تقدمت فيها المقدمة دلوقتي قلت ان في اصناف جديدة، طبعا خمس اصناف جداد تم اضافتهم الى الدولة المصرية او لاخواتنا المزارعين في الوجه الابلي والوجه البحري، وبفضل الله سبحانه وتعالى تجاوزت متوسط الانتاجية 20 اردب. طبعا في ناس بتزيد عن اكثر من كده، اكثر من 25، وفي ناس بتقل عن كده حاجات بسيطة، لكن في متوسط العام ان شاء الله سوف يتخطى 20 اردب للفدان. طبعا احنا عندنا دلوقتي في المساحات الارضيه المضافه الى الدوله المصريه في المحاصيل الاستراتيجيه الهامه وعلى راسها القمح، عندنا منطقه توشكا وطبعا شاركنا فخامه الرئيس الحصاد فيها منذ سنتين، وفي توسع مستمر في هذه الاماكن حيث انها دي كانت خطط موجوده وتم تفعيلها بالفعل. عندنا طبعا في منطقه ايضا شرق العوينات محصول برضه منزرع فيها مساحات كبيره من القمح، ودي بتعتبر يعني مساحات مهمه جدا في الدوله المصريه لانها كلها طبعا بتستخدم التقنيات الحديثه في الزراعه، سواء في الزراعه او الري او الحصاد، طبعا بيقلل الفاقد كبير جدا، بنقضي على اللي هو زي ما بنقول الهدر اثناء الحصاد باستخدام الالات الحديثه. طبعا بالنسبه لاخواتنا المزارعين في الدلتا والاراضي القديمه، طبعا في برنامج كبير جدا بالنسبه للزراعات يعني التعاقديه او الزراعات التجميعيه، ان كل طبعا احنا كلنا عارفين ان مساحات الدلتا القديمه مفتته عباره عن مساحات صغيره يعني للمزارعين كتير، فطبعا دي احنا ماشيين معاهم بسياسه التجمع الزراعي، وحاليا بنعمل معاهم دلوقتي الزراعات التعاقديه بحيث ان كل حوض مثلا او كل مجموعه ما تقلش مثلا عن 50 فدان او 100 فدان تزرع بمحصول القمح. دي طبعا بتوفر كتير في كل شيء من اول من بدايه الزراعه حتى الحصاد واستخدام الالات وامكانيه استخدام الاله الحديثه، طبعا دي كلها حاجات بتساهم مساهمه فعاله في زياده المحصول. استنباط انواع جديده ده اعتقد واحد من الحاجات اللي كانت شغاله عليها مراكز البحوث الفتره اللي فاتت. طبعا مراكز البحوث الزراعيه لن تغفل التغيرات المناخيه ليس من العام الماضي ولكن اكثر من 30 عام، مركز البحوث الزراعيه ومركز بحوث الصحراء والجامعات كليات الزراعه بالجامعات المصريه شغاله على التغيرات المناخيه او الحيود المناخي، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما دخلنا على طول في التغيرات. كان عندنا الاصناف المصريه والحمد لله اللي اثبت يعني جدارتها في مع التغيرات المناخيه سواء في الدوله المصريه حتى لما اختبرت في بعض الدول الاخرى اثبتت نجاحها، وفي بعض الدول ذات بالطالب ان يكون عندها هذه التقاوم. لا نغفل ايضا السياسه الحكيمه في اللي هو بيسموها السعر الاسترشادي قبل زراعه الموسم، وده اساسا بيشجع المزارع. احنا كلنا عارفين ان المزارع المصري هو اساسا اقتصاد بطبعه، بيعمل مفاضله ما بين المحاصيل المنافسه للموسم الواحد سواء موسم شتوي او موسم صيفي،
فالدوله الحمد لله منذ 3 سنوات تبنت فكره ان لازم يكون في سعر استرشادي او سعر ضمان لكل اخواتنا المزارعين وخاصه للمحاصيل الاستراتيجيه وعلى راسها طبعا محصول القمح اللي احنا شفنا السنه دي اللي اعلنوا سعر استرشادي ب 1600 جنيه للارداب ثم اخيرا قبل الحصاد على طول تم رفع هذا السعر الى 2000 جنيه للارداب الواحد وده طبعا اولا في البدايه الاعلان اللي بيعمل ضمان للفلاح ان هو هيوزع او هيبيع المحصول بتاعه للحكومه المتمثله في هيئه السلع التموينيه وزاره التموين والتجاره الداخليه وضمان كمان للدوله ان يقبل الفلاح على الزراعه زراعه واحد من اهم المحاصيل الاستراتيجيه اللي بتركز على زراعتها الدوله في هذه الفتره للحقيقة الامن الغذائي للمصريين. كل الشكر ليك الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك.